بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر محمود عبد الله، وإن شاء الله دلوقتي هنختم الجزئية الأخيرة في ليسن 2، الجزء الخاص بالفود تشين. تمام، ده نهاية ليسن 2. طيب قبل ما أقرأ التكست إن شاء الله، أنا عايزك ترجع للفيديو الخاص بالفوكاب اللي هو اللي أنا عملته للتكست ده. لازم مفيش كلام، علشان ده هيسهل لك كتير جدا 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 بجد، وعد. تمام، وانت بتقرا معايا التكست ده، انا مش بدي لك بس كلمات، لا، انا شارح معاني الكلمات دي. فحاول ترجع للفيديو الخاص بالفوكاب قبل ما نبدا الفيديو ده. تمام، يلا. اسم التكست هنا فود تشين، اسمه ايه؟ فود تشين. عينيك على الايه، التكست قبل ما نبدا نشرحه مع بعض كده، اقراه لوحدك دقيقتين في صوره، حاول تستوعبها، في جمل تفصيلية تحت خاصة بالصورة دي. تمام، يبقى ده التكست الخاص بالفود تشين اللي هي السلسلة الغذائية. يلا بينا، بسم الله. أنا بسألك كمستر محمود، بقولك إيه؟ دي إيه؟ What is this؟ أنت شايفة صورة فيها حيوانات، نباتات، حشرات، بس مش هتعرف توصفها لي. فانا اقول لك ايه، ها، ادي لك بقى المسمى بتاعها اللي انت شايفهم قدامك دول، اسمهم ايه؟ اقول لك بص، تمام، اهو كبدايه خدناها قبل كده، this is called a food chain تسمى سلسله غذائيه، be called تسمى وتدعى اسمها. طيب بتبين لنا ايه الصورة دي؟ It shows how plants and animals get their energy. طيب ال التكست عن how animals، هو عن ال animals and plants get their energy، ازاي النباتات والحيوانات بتحصل على الطاقة بتاعتهم. دي ليها طريقة، والنباتات ليها طريقة، والحيوانات ليها طريقة تانية. تمام، فاحنا هنعرف دلوقتي ازاي الحاجات دي بتحصل على ايه الطاقة بتاعتها. We can see plants، عندنا نباتات، وقال لك هنا these are called، اهي تسمى وتدعى، ها، producers. ما هو produce يعني ينتج، producers منتجة، كائنات منتجة. طب بتنتج ايه؟ ما النبات ده غذاء لايه؟ حيوانات وحشرات، فبتبقى ايه؟ producer. يبقى these are called producers. يبقى هناخد ايه؟ ان البلانتس are producers، كائنات منتجة. تمام، طيب ما هي لها اكل. How do plants get their energy، ازاي النباتات دي بتحصل على الطاقة بتاعتها؟ ها، قال لك في التكست they get energy from the sun. يبقى دول producers و get energy from the sun، بتحصل على الطاقة بتاعتها منين؟ من الشمس. تمام؟ animals don't get their energy from the sun. الحيوانات بقى ما بتاخدش الطاقة بتاعتها والغذاء بتاعها من الشمس. تمام؟ animals eat plants، الحيوانات في بياكلوا نباتات or other animals أو حيوانات أخرى for energy، علشان إيه؟ يحصلوا على الطاقة بتاعتهم. تمام، يبقى هنا بسرعة قال لك هنا، احنا هنحاول نقول التكست تاني مع بعض كده، this is called a food chain. ها، بتعمل ايه الفود تشين اللي موجودة في الصورة دي؟ it shows us how animals and plants get their energy، بتبين لنا وبتورينا ازاي، ها، النباتات والحيوانات بتحصل على الطاقة بتاعتها. في عندك البلانتس، ها، البلانتس مالها؟
البلانتس ار كولد بروديوسرز، البلانتس منتجه، وقال لك زي جيت ذير انرجي فروم ذا سن، بتحصل على الطاقه بتاعتها من الشمس. طب الانيمالز دونت جيت ذير انرجي فروم ذا سن، ها زي ار كولد كونسيومرز. طب يعني ايه كونسيومرز؟ كائنات مستهلكه. زي دونت جيت ذير انرجي فروم ذا سن، ما بتحصلش على الطاقه بتاعتها من الايه الشمس. They eat plants and other animals for energy. يبقى الحيوانات بتحصل على الطاقة بتاعتها من هي بتاكل ايه؟ النباتات والحيوانات الاخرى. ده الانترودكشن بتاعت ايه؟ الفود تشين، الصورة. تمام؟ طب يلا عندك هنا، يلا الصورة مع بعض. في عندك فوق الصن. طيب في عندك الويت والديت بولم، دي بلانتس، وقلنا دول ايه؟ بروديوسرز، كائنات منتجه. ليه؟ لان هي انتاج بيتغذى عليه الحاجات دي. طيب طلع بعد كده راح قايل لك ايه؟ في برايمري كونسيومرز، اللي هي مستهلكات اساسيه اوليه. تمام؟ البرايمري كونسيومرز اللي هي مستهلكات اوليه، زي ايه؟ كاتربيلر وبيتل، انسكس، دول الحشرات دي بتاكل النباتات دي. دي اسمها primary consumers. طب بعد كده في secondary consumers، مستهلكات ثانويه. بتعمل ايه المستهلكات الثانويه دي؟ ها زي الليزرد والسنيك، بتاكل الكاتربيلر والبيتل. طب بعد كده بعد secondary consumer في tertiary consumers. طب ايه tertiary consumers دول؟ المستهلكات العليا او اللي هي الثالثيه ما بعد الثانويه. بتعمل ايه؟ ها بتاكل الفوكس والايجيب، بياكل السنيكس والايه الليزردز. طب بعد دول ايه اللي بياكلهم؟ بيتحللوا بقى، يجي دور حاجه اسمها ايه؟ الفانجاي اللي هو الديكومبوزرز. المعاني دي تعرفها من الفوكابلري، انا شرحها بالتفصيل. يبقى الفانجاي اللي هو الديكومبوزرز، كائنات محلله، بترجع دول كلهم كنيوتريانس تاني للايه؟ للتربه او الايكو سيستم، وتدور العمليه تاني، يطلع النبات بالغذاء بتاعه من ايه؟ من الفانجاي، الكائنات المحلله بتدي النيوترينتس باك تو ذا ايكو سيستم او تو ذا سويل، يطلع تاني ده وايه؟ تدور العمليه. فدي اسمها ايه؟ فود تشين. تمام؟ يبقى ده الفود تشين. يلا بينا بقى ايه؟ نقرا اخر جزئيه اللي هي دي بالتفصيل عن ده. اقراها كويس. يلا بينا، بسم الله. اول حاجه الاساس، بدايه الايه؟ بدايه الطاقه اللي بتطلع البروديوسرز علشان الايه؟ العمليه ايه؟ تدور. ها ايه؟ الصن. يبقى الشمس هي البدايه. اه طبعا، ذا صن بروفايدز انرجي فور بلانتس تو جرو. يبقى هناخد هنا الصن، بتعمل ايه الصن؟ بروفايدز energy for me the plants why to grow. الشمس، انا طبعا كاتب الصن، هي المفروض ده بس عادي يعني، انا عايز اختصر يعني. The sun مالها؟ provides energy for a the plants why to grow. تمام؟ بتمد الايه؟ النباتات بالطاقة عشان ايه؟ تنمو. طيب ما احنا قلنا البلانتس اند تريز ار كولد ايه؟ ها؟ بروديوسرز، كائنات منتجة، وانا شرحها في الفوكابلري برضو. طيب بعد كده الانيمالز، في بلانتس بروديوسرز. طب الانيمالز بتاكل البلانتس والاذر انيمالز اللي بتتغذى اصلا على برضو النباتات، فيبقى دول كلهم اسمهم ايه؟ كونسيومرز، مستهلكة، كائنات مستهلكة، بتاكل، بتستهلك، بتستخدم الحاجات دي اللي حواليها. يبقى animals are called consumers. طب في عندنا في الكونسيومرز primary secondary tertiary، نعرفهم؟ اه طبعا. طب تعال كده نقولهم كده من ايه؟ من فهمنا لايه للصوره. احنا قلنا الانسكتس زي البيتل، ها، والكاتربيلر، دول primary consumers، بيتغذوا على ايه؟ النباتات. نيجي بعد كده، ها، السنيكس والليزردز secondary consumers are called طبعا secondary consumers، بيتغذوا على ايه؟ على الانسكتس.
and smaller animals، الحيوانات الايه اصغر. طب بعد كده ها في اللي هي tertiary consumers، الكائنات المستهلكه الثالثيه ما بعد الثانويه، زي ايه؟ الايجل والفوكس، النسر والايه الثعلب. بيتغذى على ايه؟ ها الايه اللارجر انيمالز، الحيوانات الايه الاكبر، تمام. ويجي بعد كده حاجه بسيطه جدا، دي كومبوزر لا يذكر، تمام. بيرجع دول كلهم تاني للتربه، اسمه ايه الفانجاي، تمام. وتدور العمليه تاني. فقال لك هنا primary consumers eat plants، secondary consumers eat small animals and insects، tertiary consumers eat larger animals، تمام. decomposers give nutrients back. decomposers الكائنات المحلله اهم، decomposers وظيفتها ايه؟ give nutrients back، give back بترجع، رجع لي اللي انت خدته مني علشان ابقى producer تاني. give nutrients اللي هي العناصر والمواد الغذائيه back to ايه؟ to the ecosystem اللي هو السويل، التربه يعني، النظام البيئي. وده نهايه التكست بتاعنا الفود تشين. اتمنى ان انا اكون بسطته على قد ما اقدر. حاول ان انت تفهمه وتحاول ان انت تتكلم عنه بطريقتك انت، تمام. اتمنى ان الدنيا تكون بالنسبه لك بيرفكت، وان انا اكون وفيت الشرح. هو خد مني وقت بس ان شاء الله يكون بفايده ليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.